مرحبا بك في قناة الفجر المغربية. هذا قناة جات كتعزز المشهد الإعلامي الوطني ولكن بصفة عامة المغربي. اش تقولنا على هذه الظاهرة وتقولنا شي كلمة في حق هذه القناة هذه ديال أخبار الفجر المغربية؟ فأولا شكرا للاستضافة وتحية رياضية للصحفيين والإعلاميين والمشاهدين ديال القناة أخبار الفجر المغربية. أكيد على أن قناة اللي غتعزز المشهد الصحفي والإعلامي، وما أحوجنا لإعلام نزيه، إعلام يقرب المواطنين ويقرب الكل من كل صغيرة وكبيرة. مدينة القنيطرة بالخصوص محتاجة لهذا النوعية، نتمنى لها كامل التألق، خاصة فيها صحفيين وإعلاميين اللي عندهم باع طويل وعندهم خبرة طويلة في الميدان، لا في الصحافة المكتوبة ولا المقروءة. فهنيئا لنا وهنيئا لكل ساكنة القنيطرة والمغاربة بهذا القناة. فؤاد، من الأطر المغربية اللي كنفتخروا بها احنا كغربويين، الجماهير المغربية كتسأل الآن فؤاد الصحابي فين كاين؟ فأولا السادة اللي فاتت من تجربة من ليبيا، كانت تجربة جيدة، حصلنا فيها مرتبة ثانية رفقة الأخضر الليبي. فهذا الموسم قررت أنا والأسرة ديالي على أننا نستقر شوية، خاصة في مدينة الدار البيضاء. فكان الاختيار مع فريق الوداد البيضاوي اللي اشتغلت في الجهاز الفني ديالو، ومن بعد ذلك انتقلت للإدارة التقنية في الوداد، إلى أن اختلاف في الرؤى بالخصوص التقنية عجلات بالرحيل ديالي. فالآن كناخذ فترة راحة قبل العودة للميادين الرياضية، خاصة وأنني تلقيت عروض، لكن القانون الجديد ديال المدرب كيمنع على أنك تدرب أكثر من فريق في الموسم. فغنتظروا إن شاء الله نهاية الموسم اللي بقى له واحد شهرين ثلاث شهور، ونستعدوا للموسم المقبل إن شاء الله. في هذا الإطار ديال تغيير المدربين، اش هي مشكلة ديال مسيرين، عقلية المسيرين، أم مشكل كاين في المدربين بالأساس؟ لأن كاين كنلاحظوا أن شي مدربين اللي كيتربصوا بالناس كتشتغل وشي وحدين متربصين بهم. فواخا المدربين يتربصوا بعضياتهم، ولكن واش هما اللي غيحيدوا المدرب؟ فالمدرب كيحيدوا المسير. فاعتقد على انه المسؤول الاول والاخير على التغييرات والاقالات بالجمله هو المسير، لانه الان اليوم الكل كيشتغل بمباراه مبارتين الى ثلاث مباريات. فكنسمعوا على العمل على المدى المتوسط المدى البعيد، اعتقد ذلك غير موجود في المغرب، لان لحيدنا فريق الفتح اللي في 10 سنوات تقدروا نقولوا ان دوز ثلاثة المدربين، دوز عموته والسلامي والركراكي. مع ذلك اعتقد لان كل الفروق كتصل 3 4 5 المدربين، بل اكثر من ذلك احيانا في الموسم. واعتقد لانها ظاهره صعبه ما غتساهمش في الرقي بمستوى كرة القدم الوطنية، وكيبقى اكبر مسؤول عليها هو المسير هو الرئيس، لان ملي كتغيب النتائج فما يمكنش يتبدل الفريق، ما يمكنش يتبدل المكتب، ما يمكنش الرئيس يمشي في حالته. فالحائط الصغير هو المدرب، علما بان احيانا المدربين كيكون عندهم ايضا ايادي في هذه الاستقالات والاقالات، اما لضعف النتائج اما لمجموعه من المشاكل. كل شيء كيخضع للتكوين، اللاعب او المدرب كنلاحظوا التصنيفات الف باء جيم، ولكن في المسيرين واش غير اللي جا غيسير هذه الكره؟ واش هذه المشاكل الحال اللي واقع في الكره واش المشكل ديالها بالاساس هما المسيرين؟ انا كنلاحظ شي مسيرين عندهم لا تكوين لا والو، والاخطر انه اللي انا كنشوفهم كيجلسوا في كرسي الاحتياط. بل الاخطر من ذلك هو انك تلقى مسير ما عنده حتى دبلومات حتى مستويات ثقافيه، واحيانا كيسير ناس اللي في المكاتب ولا مدربين اللي عندهم شهادات عليا. واعتقد اليوم على انه المسير ولا خصو يدير تكوين لا في الماناجمنت لا في الماركتين، ويواكب كل صغيره وكبيره باش يقدر يحكم على القدرات المدرب، القدرات ديال الفريق ديالو، الامكانيات، المشاكل، النقاط القويه، النقاط السلبيه. وما احوجنا المسير في المستوى الكبير، لان ما يمكنش فريق ينجح بدون مسير كبير. فملي كيكون المسير في المستوى اكيد على انه كيرصد كل صغيره وكبيره، كيدير برنامج وكيجيب مدرب اللي كيخليه يصار ما هو على ما هو تقني، في حين انه كل الامكانيات اللوجستيكيه والماديه والبشريه فهو كيتكلف بها، وهذا ما كيسمح له ينجح. والان كنلقاو مجموعه من الانديه في الاونه الاخيره اللي دائما كتنجح لان فيها مسيرين، كما عطيتك مثال ديال الفاتح، الان نهضه بركان، حسنيه اكادير، الوداد، الرجاء، ففيها مسيرين رغم مجموعه من المشاكل، لانهم قادرين يعطيوا الوصفه السحريه باش المدرب يحقق نتائج طيبه. فنتمناو على ان الكل
يساهم في الرقي بمستويات كرة القدم الوطنية، لا من مسيرين ولا مدربين ولا إعلاميين، لأنها هي عوامل متداخلة وميمكنش عامل ينضج ويكبر إلى ما كانش كل هذه العوامل غادة مع بعضياتها. والحمد لله رغم هذه السلبيات فيمكن نقول على أن في الآونة الأخيرة كاين رقي بمستويات كرة القدم الوطنية، والدليل هو أنه الآن تتواجد أكثر من أندية في المربعات الذهبية في الكاف في الشامبيونز ليغ في الكأس العربية، وبالنسبة لهذا الموسم فهي سابقة. غنشوفوا على أن أندية الوداد والرجاء متواجدة في المربعات الذهبية ديال الشامبيونز ليغ، حسنية أكادير وبركان هي الأخرى متواجدة، ثم أن كرة القدم الوطنية مشات لكأس العالم، لعبت الكأس الإفريقي الأخرى. كاين تقدم كاين نضج، ولكن غادي ببطء صلاح فاتي، وأكيد على أنه ملي كيكون رئيس المستوى فالأورغانيغرام كله كيجي تحت يدو وكيكون كيعطي لكل واحد الاختصاصات ديالو، وهذا الشيء ممكن الا يساهم بالرقي بالمستويات ديال كره القدم الوطنيه. نعم سي فؤاد، فخلال الاجتماع الاخير ديال المكتب التنفيذي للجامعه بصخيرات كانوا الجميع الناس على ان تبدا بالفار، وكذلك تفرض المشكل ديال ان الانديه تولي تتحول الى شركات. الفار هو دخل ولو انه متاخر، ولكن هو دخل وهو بادره طيبه، ولكن القضيه ديال تحول ديال الانديه الى شركات واش غادي يزيد كرة القدم قدام في ظل دائما كنقولوا تواجد مسيرين؟ اولا فهذه واحدة من الحسنات ديال الجامعة الملكية، لان اليوم شنا الفار وبالمقابل شنا على انه قل القيل والقال للتحكيم، لان على الاقل الفار ولات كتم مراجعة ديال بعض الاخطاء الفادحة اللي كانت بالامس القريب كتأدي الى انهزام فريق وفقدان النقاط ديالو. فشنا في البطولة ديال هذا الموسم اكثر من فريق تنصف عن طريق الفار، فكيرجعوا للفار، والفار الان الفيفا عملته كمساعد المدرب، فيديو مساعد المدرب، استفد منه استفد منه كرة القدم الوطنية، وهذه بادرة جيدة. بالنسبة للمجموعة من الملاعب فهي الان عندها الإمكانية أنها دير الفار ثم دير التكوين، فالحمد لله الأمور غادا في الطريق الصحيح من هذه الناحية، ولو أنه كاين بعض الأخطاء التحكيمية اللي مازال وجب العمل عليها لأن داخلة في نظام كرة القدم باش نصلحوها. بالنسبة للسؤال الأول ديالك، أعتقد على أن موضوع تحويل الفرق الرياضية إلى شركات فهو شيء مهم ومهم كثير، لأن شنا بالأمس القريب وأكيد أنك أنت عاشرتي أنه كانوا كيديروا لائحة فيها 18 20 لاعب، كيحيدوا مدرب كيحيدوا رئيس، من بعد جاء ما يسمى بمنخرط، ولات 100 120 منخرط كتحكم زمام الفريق، تقدر تطلع هذا الراسي تقدر تهبط هذا الرئيس، جا ما يسمى بالحياحه. اليوم ملي كدار شركه فكتكون كل صغيره وكبيره مضبوطه حسابيا، فيمكن على انه يكون تدقيق مجموعه من الامور، لا الماليه لا اللوجستيكيه لا التقنيه، وبالتالي هذه المحطه ديال تكوين شركه اكيد على انها كتمر بعدد من المراحل وما يمكنش بين عشيه وضحاها ديرها، ولكن الاخبار الاكيده اللي جايه من الجامعه الملكيه كتقول على انه الامور في الطريق لانشاء شركه، نتم على انها تنصف كل الفاعلين الرياضيين لانها ما يمكن لها تكون مهمه، والدليل هو ما يقع في البلدان المجاوره، فالشركات استطاعت على انها تساهم في رفع المستويات على كل الاصعده ديال الانديه. بغيت القبعه ديال المحلل ديال فؤاد الصحابي المحلل. التحليل ديال الدورات اللي مروا لحد الساعه في البطوله الوطنيه سواء القسم الاول او الثاني. اولا بعد شويه على ميدان التحليل، لان اشتغلت المباشر لما يفوق 12 سنه مع قنوات التلفزيونيه كالاولى ودوزيم والرياضيه وما يفوق. بالمناسبه ان عندك ديبلوم ديال التحليل. 5 سنوات في القناه ميدي ان تي في. بالفعل عندي بكالوريا زائد 6 سنوات ديال التكوين كأستاذ مبرز مدى التربية البدنية، ثم درت 5 سنوات في الإعلام والاتصال في المعهد العالي للصحافة ديال طلال، خديت فيه إجازة وفي إطار تكوين ماستر أيضا في الإعلام. بالنسبة للجواب ديالك، فالبطولة ديال هذا الموسم غنشوفوا بطولة القسم الثاني، فالآن كتحصل بثلاث أندية اللي هما الراك وهما شباب محمدية وهما الماس كيصارعوا على المراتب الأولى،
وربما غيستمر الصراع الى اخر الدورات، لان كل هذه الانديه عندها من الامكانيات التقنيه والماديه ما يسمح لها بالعوده للقسم الاول، في حين ان بطولات القسم الثاني هذا العام كاين 16 فريق ولكن فيهم واحد العدد كبير ربما 13 14 نادي اللي كلهم لعبوا بالقسم الاول، وهذا ما كيعطي صراع خاص، ما كيعطي منافسه شرسه في القسم الثاني. بالنسبه للقسم الاول اعتقد لان كاين انديه تقليديه اللي ما زالت كتصارع، واكيد لان الانديه التقليديه اللي عاودناها في السنوات الاخيره فالقاو نادي الوداد ونادي الرجاء ثم نادي نهضة بركان، فهذه انديه تقليديه اللي عرفناها دائما اما في مقدمه ديال الترتيب او في المطارده، في حين غلقوا على ان مولوديه وجد هذا الموسم يعتبر بمثابه الحصان الاسود. غنشوفوا على انه ايضا اليوم في انتظار المؤجلات ديال الوداد والرجاء فكيتربع على الكلاسمون ديال القسم الاول، في حين ان غنتفاجئوا غلقوا انديه اللي ما عودتناش نشوفوها، فغلقوا انديه اسفي اللي في الموسم الاخيرين خدات مرتبه رابعه مع بن هاشم ومرتبه خامسه مع او رابعه ايضا مع ثالثه عفوا مع الدميعي ولعبات النهايه فهي متواجده في المراتب الاخيره. القوا حسنيه اكادير اللي غدا بشكل ممتاز في لاكاف في حين انها في المراتب الاخيره، ثم غلقوا انديه اولمبيك خوريكا اللي عندها من الامكانيات ما يسمح لها على ان تنافس على ست مراتب الاولى غلقوا ايضا في المراتب الاخيره، ثم اتحاد طنجه اللي خدات مرتبه ثالثه ثم مرتبه رابعه مع بن شيخه ثم شامبيونه بطوله مع 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 زكي وجم نوره المراد، فاليوم متواجده في صف ما قبل الاخير، وهذه مفاجات. ثم اكبر مفاجاه هي بني ملال ذات الباع الطويل بلاعبين التاريخ فكتواجد بنقاط ضعيفه وثمانية نقاط اعتقد قريبه من النزول، فهذه الامور اللي كاينه، في حين ان في وسط الترتيب غتفاجئ مني غتلقى انديه كنادي الفتح في وسط الترتيب ايضا، فهو ايضا عنده من الامكانيات باش يلعب على الاقسام الاولى. فبصوره عامه فانديه متواجده دائما في المكان ديالها كما قلنا الوداد والرجاء وبركان، في حين ان كما قلنا الحصان الاسود هو فريق مولوديه وجده. رجع فؤاد الصحابي شويه للغرب، كنعرفك لعبتي في سوق الاربعه وفي وزان، ولكن حاليا كاين واحد التالق عمل بالقصيري، واش نعتبروه هاد الفريق ظاهره هاد المواسم في الغرب؟ دربت عمل بالقصيري وقتها من بعد نهايه الموسم كانوا لاعبين التحقوا بالقسم الاول، كان لاعب الدحيش عبد الله والقرقوري المدرب الحالي لفريق عمل بالقصيري، فهذا المدرب خدا شويه ديال التجربه في تيسا في اتحاد المحمديه في مجموعه من الانديه. اليوم فريق عمل بالقصيري اللي عنده ملعب اصطناعي اللي عنده جمهور اللي عنده كويريا، لان منطقه الغرب غنيه بلاعبين اللي خصهم هو شويه ديال العمل هو الصقل ديال الموهبه، واعتقد على انه حتى في المباريات الوديه اظهر عمل بالقصيري لانه قادر باش يخلق مشاكل من الأندية القسم الثاني، لعب مع سيدي قاسم، لعب مع الكاك، لعب مع أندية كبيرة وخلق لهم مجموعة من المشاكل، فاليوم يمضي قدما نحو تحقيق الصعود، وأعتقد أنه قدم موسم خارق وموسم جيد، فمتمنية لهذا الفريق العزيز عليا أنه يدير إن شاء الله الصعود ويرجع شوية الهبة لمنطقة الغرب، لأنها مني كانت الكاك في القوة ديالها فكانت أندية الاتحاد الغرباوي والأندية ديال كفاح سيدي يحيى وعمل بالقصيري كانت كلها أندية في المستوى الكبير وكانت كتزود المنطقة بلاعبين في المستوى العالي. غادي نقلب عليك شويه المواجهة، عند جوج الانديه دربتيها نادي القنيطريه ونهضه القنيطريه كيعاني؟ اعتقد لان كل الانديه في قنيطره كتعاني، لان بالامس القريب كان كره اليد عندها باع طويل وعطات لاعبين دوليين، كره السله شنا الجماهير اللي كانت كتستقطب، العاب القوى، فمجموعه من الانديه اما انضطرات اما في طريق اندثار، لان الامكانيات الماديه ومشاكل ديال التسيير دائما قائمه في هذه المدينه. بالنسبه للنهضه القنيطريه فعانات كثير، شناها كانت واحد من الانديه القويه في القسم الاول، يكفي نقولوا نادي اللي لعب ثلاث نهائيات كاس العرش، فانهزم صعوبة امام الرجاء بعد التقدم بهدف ديال احجام ديال ردو الحكام، انهزم امام الجيش في الدقيقة 86 بعد هدف ديال شيشة، انهزم في تطوان امام الوداد العملاقة بثلاثية عبد الخالق، فالنهضة كانت دائما متواجده بلاعبها بجماهيرها واللاعبين ديالها لعبوا في اكبر الانديه المغربيه لسوء الحظ فالنهضه انضطرات. تحيه للاخ جمال جبران
والحرش اللي كيضربوا النهضه واللي دائما في تواصل معهم، والعلم ديالي على انهم الان كيحصلوا المرتبه الاولى كيجاهدوا باش يحاولوا يرجعوا القسم الاول. ونتمنى على ان المدينه تمد يدها لهذا الفريق، لانه كيبقى فريق مرجعي في مدينه القنيطره، لانه خصو يرجع للمكانه ديالو والمكانه الاقل ممكن يدها النهضه القنيطره، وانها تلعب في القسم الثاني لان عندها تاريخ وعندها لاعبين وكاين لاعبين. بالنسبه للكاك اعتقد على انها كارثه، لانه الكاك منذ خروج دومو تعاقدوا رؤساء اللي ما قدروش يجيبوا الوصفه السحريه اولا للحفاظ على الكاك في القسم الاول، ثانيا لايجاد مجموعه من الموارد، ثالثا لاعطاء الكاك ما تستحقوه، لان الكاك راه بطلات المغرب في اكثر من مناسبه. الكاك كانوا فيها لاعبين اللي كيهرسوا الحجر، الكاك عندها جمهور ديالها كبير. الان كنشوفوا الكاك كتعاني وربما بقات غاده بهذا الايقاع، فماشي بعيد تعاود تلقاها في الهوات. كنا سمعنا على ان المجالس طلع المنحه وصلت ل 500 وصلت 300 400، نتمنى على ان الفاعلين الرياضيين يجيو يعاونوا الكاك، لان الكاك المكان الوحيد ديالها هي القسم الاول. فشاهدت مباريات قديمه في الثمانينات والتسعينات اللي الكاك ارهقت انديه الوداد والرجاء في البيضاء، فكانت الكاك عندها كره خاصه، عندها ان ستيل ديالها. نتمنى على ان الكاك سريعا ترجع للقسم الاول، وخوفي انها الا ما تعطاتهاش الامكانيات والاهميه ديالها على ان في يوم من الايام لقاوها نفس المسار ديال النادي المكناسي وشباب محمديه ونهضه سطات. فحذاري. في الفتره ديالك سي فؤاد كنتي كتصر على التكوين، خاصه التكوين ديال اللاعب المحلي، هذا الاسلوب اللي كنت غادي به لحد الساعه شناه تفتقد في افريقيا، ما بقاوش كيعتمدوا على التكوين. فالنادي القنيطري يكفي انك تي كتدخل الملعب الصويري كتلقى ثلاثه ديال الملاعب الحمريه، وكتلقى الصويري في كل ملعب عنده 22 لاعب، فكتاخذ لاعب بعينك مغمضه كتدفعوا الكاك كتوقفوا فيزيكمون تاكتيكمون كيقدر يلعب. فكانت الكاك بالابناء ديالها كدير العجب. اليوم الامكانيات بالنسبه للفئات الصغرى غير متواجده، بعض الاحيان ما كانوش كيدربوا، كانوا كيدربوا في الغابه، الان كيمشيو ملعب بعيد لصالح لكل شيء الا لاجراء مباريات في كره القدم. فما معطياش نهائيا الثقه والامكانيات لهاد المؤطرين وهاد اللاعبين ديال الفئات الصغرى. والنادي القنيطري في السنوات الاخيره غير في موسم فارت شفنا على ان اللاعبين ديالها التحقوا بانديه كبيره، معنى ان اللاعب موجود خصو التكوين. فالنهضه القنيطريه جنا لعابه من البحر، جنا لعابه من ميني فوت، جنا لعابه من نادي القنيطري، وداروا فريق يقام له ويقعد. الكاك عندها الابناء ديالها، الشرط انهم يتكونوا، وإلا بغيتي تجيب لاعبين خصك تجيبهم لاعبين أكثر مستوى من المحليين، ولكن وجب الالتفات إلى التكوين داخل المدينة القنيطرية لأن فيها لاعبين في المستوى الجيد اللي خصهم هو التكوين والتهلا فيهم. خطوة دابا أستاذ التربية البدنية سابقا فالغياب ديال الرياضة في المؤسسات خاصة لايسيس اللي كنا بكري كتنتج لنا لاعبين سواء في كرة كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، كرة الطائرة. فالغياب ديال هاد لايسيس اللي كان بكري كتميز بها جميع المدارس في المغرب، واش حتى هو ساهم في هاد المستوى خاصة مدينة القنيطرة في المستوى الهزيل اللي كنشوفوه حاليا؟ أكيد الرياضة كما ذكرتي. أكيد جيت في الأخر ديال السبعينات من سكو أربعة باش لعبوا لي جو سكولير في الملك سعدي، ولقيت واحد النشاط غير عادي، وتما شفت مدرسين بحال مبسيط وقدي وكيشتغلوا وهذا والهوند والفوري والباسكت، فصوره مازالت قائمه في الوجه ديالي، وقلت خصني شي نهار ندير استاذ ديال الرياضه. وكنت في وقتها الحمد لله متوفق في الدراسه ونجحت في اربعه ديال لي كونكور درونطري، ولكن فضلت سيبير الرياضه لانه القنيطره اعطتني فكره على المجال الرياضي كي كان. تكلمتي لي على لايسيس، فيمكن نقولوا على ان لايسيس انضطرت ماتت. ليش؟ لان اولا كان الاستاذ الرياضي عنده التلميذ كيدير جوج ثلاثه السوايع في السيمانه ديال الرياضه، زيد عليهم الاربعه في العشيه وزيد عليهم نهار الجمعه في العشيه، عاد كان كيزيد حصص من عندهم من الخمسه لسته، فكانت لو فوليوم اورير ايتي تري ريسبكتي في لايسيس. فالدري اللي كيدير هاد السويعادو ديال الرياضه وسط الاسبوع كان بمثابه محترف من ناحيه ديال الفوليوم اورير. فعلى الاربعاء والجمعه عمرو باش يخويو الاساتذه والمواد الاخرى نهار السبت في العشيه ونهار السبت الصباح، ولاو كيخدموهم نهار الجمعه. هذا اشكال. الاشكال الثاني هو لا لوردور ديفيكتيف،
الوقت اللي كان 28 30 تلميذ وصلوا الاقسام 46 48 تلميذ. فكانت الكواري كيجيبوها، فكانت كل الرياضات والانديه كان تجاوب كبير ما بين لايسيس وما بين لي كوليج وليسي. وغادي تاكد لي على ان اللاعبين ديال نادي قنيطري في الكاك كانوا اغلبيتهم كيدربوا في عبد الملك السعدي وثانويات اخرى، وكتلقى مجموعه من الرياضات في محمد الخامس في عبد الملك السعدي اللي الاولاد كيخرجوا من المؤسسه واللي كيتبناهم هو اسطى الرياضه، واحيانا كيتبعهم حتى النادي باش يكمل لهم العمل ديالهم. فكانت بمثابه لو ريزيرفوار دون تي بليز بليزور كلوب باش ياخذوا اللعابه. مشات لايسيس مداطرات ظهر ما يسمى مراكز تكوين اللي كاين 30 40 تلميذ في واحد السيرفاس ديال 15 20 متر، كاين غير الفلوس كياخذوها والنتائج ما كايناش. فمات لاعب القوى والجيمباس وظهرات شويه ديال المسائل الماديه نتمنى على انها تعطى الاهميه اللايسنس اللي كانت معطيه لها وتعطى الاهميه للاستاذ وتقالوا الاماكن ديالو ديال الاربعاء في العشيه والجمعه في العشيه، لانه لايسنس مهمه بالنسبه لتكوين الطفل على كاع الميادين، لا في شخصيته ولا لا او نيفو دو بيرسوناليتي ديالو ولا فيزيكمون ولا تكنيك سورتو لي بلون. ذكرنا في بدايه الحديث على ان كاين هناك عده عروض، واش داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، واش الموسم القادم غنشوفوا سي فؤاد كرسي احتياط؟ فاولا ديال التجربه ديال العمل في القادسيه السعودي والضفره الاماراتي مع ايضر القطري والاخضر الليبي، لحسن الحظ استطعت نكمل الموسم في هذه الاقطار. وثيق بيا ماشي سهله سي عمر تكمل الموسم في هذه الاقطار، لانها لي كاميرا دايرن بيك، الناس كدير تقارير، الا ما كنتيش في المستوى الاسبوع الاول الثاني الثالث غيصيفطوك ما يخليوكش تما على السواد العيون ديالك. كما انني دربت 12 نادي في المغرب، كيبقى نادي اولمبيك خريبكا اللي اشتغلت فيه ثلاث سنوات. هذه السنه جاني عرض ماشي بعيد من الجزائر، لان العرض لا يوازي الطموح ديالي، لان فريق لان الامكانيات ديالو ضعيفه وتوا هو في مراتب اللي ما كتسمح ليش باش ناخذ هذا الاختيار، لان اليوم وليت مجبر ان ناخذ الاختيار المناسب. جاتني انديه من القسم الثاني في اول الموسم ولا من بعد، فرفضت جمله وتفصيلا، لان ما عمرني شغلت في القسم الثاني، وهذا ماشي متقليل من انديه القسم الثاني. كاين اتصالات نتمنى على انها تمر وتكون رسميه، وحفاظا على المصداقيه وعلى السر ديال هذه الانديه نتمنى على انها في شهر ماي ولا جوان ان شاء الله الا كانت شي بري كونترا اوفيسيال نعيط لك وتكون قناه الاخبار الفجر ان شاء الله من اول اللي عندها سكوب. مرحبا. مساحه حره في الاخير فؤاد تقول لنا اللي يدوز. فلاحظت في المأدوبه ديال الغداء على انه كاين احتفال بالمراه، والمرأة في اليوم ديالها قدمت الكثير للمغرب، كما قلنا المرأة ساقت الدران، ساقت الطيارة، ساقنا حتى حنا الرجال وحققت الكثير. اليوم كنشوفوا حتى مدربة مغربية كتحقق مع المنتخب النسوي أشياء كثيرة. ما غينساش الإنسان لا نوال المتوكل ولا نسابي دوان ولا بطلات كبار اللي حطموا أرقام قياسية، ثم شناهم اليوم لا من الجانب التقليدي ولا من الجانب الصناعي قدموا الكثير. مركز جميل هنا اللي كاين ناس سهران عليه وكيقوموا بعمل كبير بإمكانيات جد متواضعة. فكنعتقد على أن هذا لو سيت اللي تخلق فما يمكن إلا يكون بلورة الأرض الواقع ديال مجموعة من الأمور اللي كانت تقنية وعلى الورق إلى أرض الواقع باش تشوف عمل إعلامي وتشوف عمل كاين في ليزاتوليو في الكواليس. فهنيئا للمركز اللي كاين هنا، هنيئا للقناة، ونتمنى لكم كامل التوفيق، ونتمنى على أنه أيضا ترصد لكم إمكانيات لأن كاين إعلاميا في المستوى. فأنا عرفت السي الشباخ من الثمانينات كإعلامي وصحفي في اتحاد الشراكي ومجموعة من المنابر، نتمنى لكم فعلا التألق والمزيد من العمل، وهنيئا لكم وهنيئا لنا بهذه القناة هذه، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.